رأيت راتشيت التو في سافالي. حقا؟ كيف حاله؟ عظيم، أنحف مما أرى، ولكن بطولي بما يكفي. لكنني سأقطع، احتمالاتك تنتظرك لتقودها إلى المحطة الفوقية. احتمالاتي لن تعمل جيدا وسط الرياح، هل من طريقة لتهدئتها؟ تلك كرة ثقيلة ستثقل أي شيء تلمسه، مما يبدو بديهيا عندما تكون عالياً. إذن ما الذي تحمله في كتابك؟ أحدث مجموعة معلومات في الكون نظمها أبي. ومن هذا؟ أظن أنك تعرفه على أنه السباك. هو أبوك؟ ماذا يفعل الآن؟ أخذ أول إجازة له قط، وتوليت أنا المسؤولية، وها أنا أحاول ما في وسعي، ولكنها مسؤولية ضخمة حتى عندما لا يكون الكون معرضاً للخطر. سأهوي مع ذلك بالتأكيد. حسناً، كيف أصبحت رسولاً؟ في الحقيقة لم أختر لسان، أطلقه علي ركبان سافالي بعدما ساعدتهم في قراءة أرشيف لديك. ماذا يعني ذلك؟ إشارات وأحاديث كثيرة، مثل هذا دليل هواتف من بلار، وهذا سن من كيرتشو، وهذه قصيدة حب من تيراكلون. مسدود، ربما المنشار سيخلي الطريق. غير معقول، علي تدوين هذا لأنه كان لا يصدق يا كلانك. تبقت اثنتان. كيف تسير الأمور مع ريفيت؟ هذا رائع، اخترقت دماغي ورأت ذكرياتي. هل هذا ما تقومون به تلك الأيام يا أبنائي؟ لم أعد ملما بالأحداث. من المثير أنكم من بعدين مختلفين. لدى راتشيت وريفيت اختلافات عديدة. لم يكن راتشيت حذراً من الروبوتات حين قابلته، على عكس ريفيت. ربما بعدك هو الاختلاف. ربما كل نسخ راتشيت الأخرى تكره الروبوتات في أبعادها أيضاً. هذه ثقيلة. آسف
على المقاطعة، لكن علينا إيجاد المزيد من الفرات. احتمالاتي هي تمثيل مرئي لعقلي، وهي تحاول فهم البعدية، وكلما ساعدتها في مسارها سأفهم أكثر وأستطيع أن أصلح كل شيء. هناك أي تشابه بين راتشيت وريفت؟ إنهما سريعان في اتخاذ القرارات، بخلافي دائماً أنهمك في التفاصيل. وأنت تتمنى لو كنت أفضل في هذا الشأن. ليس طوال الوقت، ولكن لطيف ألا تقلق كثيراً. لن نستطيع حمل الأمور هكذا. سيسرع هذا الأمور قليلاً. كلانك، أظن أن بإمكاني مساعدتك في مشكلة التفاصيل تلك. عليك أن تثق في نفسك. ماذا تعني؟ لو تعلمت شيئاً من أبي فهو التصرف على أساس معرفتي بأن ما أفعله يمكن أن يقودني إلى أي مكان في الحياة، بالإضافة إلى استخدام المكنس. عمل رائع يا كلانك. شكرا لك. لا شكرا لك، وتذكر الثقة هي الحل. سنة
أتولى أمر الانسداد. أجل، أرسلت الأذكى من الفريق لإصلاح الأمور وعالقوا. كان كافياً، استعدنا الإمداد الهيدروليكي. بإصلاح هذا يمكننا الآن استخدام المصعد. وقت الحفر لبعض الكوارتز. اقتربنا، سنستعمل الحفار، نحصل على الكوارتز ونصلح النقلة. في حال عدم وجود فرصة أخرى لأقولها، شكراً لك. لا تصبح عاطفياً معي يا بولز، لم ننتهي بعد. انظر هنا، عاد فريق الإخوان. توقف عن التفكير. ماذا؟ لا نعلم ماذا حدث لبليزار في بعدك. سنعرف ذلك، ثم سنمنع حدوثه في هذا البعد. لا مكان للذهاب. نقترب من الحفار الرئيسي. واو، كان حلم حياتي أن أشغل حفاراً أكبر مني بمئة مرة. حقاً؟ هذا محدد للغاية. الأهداف المحددة تتحقق. نجحت في فك شفرة الرسالة من الخلف. أخيراً، يمكننا السماع. استمعوا، لا لتشغيل الحفار. لقد دمرتها الصدوع. دمر الحفار بليزار. ماذا؟ لقد قمنا بتشغيلها. احتمي، بدأ الإغلاق. سأحاول الإغلاق عن بعد. يا إلهي، هذا سيء. يا له من حفار أحمق. ظننتك تحبين الآلات العملاقة. لقد غيرت رأيي. مرحلة كوارتز معلقة في شعاع الحفر. سأضربه بمطرقتي. أرجوك، توخى الحذر. أجل. يا رفاق، علينا العودة إلى البعد الآخر بسرعة. Hey!
هذا كان آخره. هناك طريق للعودة هنا. استعدوا للاصطدام. مرحبا، أنا صديقك جيم، أرجوك لا تموتي. تخلصت من الصوت الحزين بداخلي حينما صرنا أصدقاء. ليس الآن يا جيم. أتمنى لو الصوت الحزين يعمل. ليس بهذا السوء. أعلم الأمر مريب جدا، لكن المورت أخبروني عن شخص في تورين فور يدعى رجل التصليح. إذا حطمت سيصلحها رجل التصليح. إذن يجب علينا أن نتأكد من صحة الأساطير. لا أصدق أننا أنقذنا بليزار. ماذا عن إصلاح كوارتز وإنقاذ الكوكب؟ حسناً بولتز، لنعثر على رجل التصليح. إذا كنت محقة ورجل التصليح أصلح المرحلة كوارتز، سنكون قد حققنا المستحيل. المورتز يتحدثون عنه باعتزاز، وثق بي، هم لا يعرفون الكذب. إذن ربما لا تزال لدينا فرصة لإنقاذ الأبعاد. تصدقونني، فعليكم رؤية المحرقة المحلية، لأنها من الواضح أنها تعمل. والأهم، اللومباكس المخربون لم يهرب. وكيف ذلك؟ إن لم أمسك بهم بعد. أيها الحمقى، هاكم تريدون بعض الحقائق؟ جائزة الإمساك باللومباكس 27 سكوجيليان دولارات نفارية. فقط انظروا إلى كل هذا، كبير جدا، حقيقي جدا، وغير مفتعل أبدا، ويمكنكم امتلاكه كله عندما تمسكون باللومباكس. لا شيء سيمنع دكتور نيفاريوس من إمساكنا. لنواصل التحرك. لنقم بالأمر.
على الأقل تلك المهمة ستكون مباشرة. لا أعلم ببعدك، ولكن هنا لا تسير الأمور كالخطة. الارتجال مهارة تتعلمها بسرعة. وأنا أيضاً أستطيع أن أرتجل. أنا أريد رؤيتك تقاتل. لنصلح بعض مراحل كوارتز. آمل أن يكون رجل التصليح جيداً. نعم، أتمنى ذلك أيضاً. الجسر يبدو أنه فيه عقد. كانت غارة تدافع هذه الأماكن عن نفسها ضد قطاع الطرق أو قراصنة. المعذرة، هل يعرف أحد أين نجد رجل التصليح؟ إنهم يتوخون الحذر. الآن ألا تسمع؟ لو كنت رجل تصليح أين كنت سأكون؟ أعتقد حيث يتم الإصلاح. هذا ما يكفي من المسامير، دلل نفسك. دلل نفسك بالترقية، أنت تستحق ذلك. أن الترقيات تنتهي هنا. لما المغادرة بسرعة؟ سياح جدد؟ أوه، مرحبا في جوهرة مجرتنا. هيا فلتستمتعوا. تعلمون أن مولونوس تعني الجنة بلغة الحثالة. رجل التصليح في هذا الكوكب؟ إنه بالتأكيد رجل عظيم والأفضل وأعذب إن كان أحد مهتم. علمنا أن بإمكانه إصلاح المرحلة كوارتز. المرحلة كوارتز والشعلة كوارتز وأي كوارتز، أي شيء. ولكن كان هناك القراصنة، طلبنا مساعدته لأنه رجل ضخم، ولكن بعد أيام من تحطيمهم قد انهار. ربما يمكننا إصلاحه. يبدو أنكما تستطيعان إصلاحه في لحظة، ولكن الطريق إليه دمر في الغارة الأخيرة، لذا تحتاجون إلى قاذفة. أوه، قاذفة في أوعية الصهر في الأمام. أنت محظوظ. إذن بعد ذلك ستذهب مع راتشت إلى بعد اللومبكس؟ هذا ممكن، لكن راتشت ليس متأكداً. ربما هو خائف أن... مهلاً، خائف؟ لما خائف؟ الأمر معقد. أوه، حسناً، إذن إن لم يرد الذهاب سأفعل.
الصخر مكانا غريبا لوجود قاذفة. استدعاء هؤلاء جميعا مؤخرا ربما له علاقة ببعض الأعمدة المكسورة. أوه يا إلهي، رائع، هناك صدى، ابتعد عن الطريق. كان ذلك غير صار. ها هي قفزة. يا إلهي، يبدو أن نظام القطوع هذا شديد الخطورة. فقط انتظر، يذهب إلى أوعية الصهر. أخشى أن ينتهي بنا الأمر في وعاء الصهر. هذا سهل للغاية. مرحبا، يوهو يوهو يوهو، دورنا أتى أخيرا لننهى مثل المخبولين، فرجل التصليح انتهى أمره. انظروا، هذا يبدو ذا فائدة، بل أنا متأكدة أنه ذا فائدة زائدة. يبدو أن القدر قد جمعنا مجددا يا صغيرتي ريفن. إن القدر يريد رؤيتك تضرب يا بيير. يا قراصنة، هجوم! يا إلهي، القراصنة يهاجمون من أجل الخردة. لن يحصلوا على القاذفة. يمكن الاستفادة من الأرض المرتفعة هنا. فكرة جيدة. الدروع يا رفاق! دروع؟ علينا أن نكون أكثر إبداعا. هنا الأول على حق، الكل يسرق وينهب، الكل يلهو. لن يعود هذا بالنفع علي. انفستون يا دوي. التقطوا اي شيء. أعتقدك في القتال ريفن، كان يجب رؤية رجل التصليح. يا لها من قوة، قد انهار. تحدث معه أم ماذا؟ أود أن أنسب الفضل لي، لكن لا، انهيار رجل التصليح لغز بالنسبة لي، ومع ذلك سأستمتع بغيابه. لا يمكنك ردعي لوباك. هذا كل شيء، لننزل هذه القذيفة. الآن لنعبر تلك الهوة ونعثر على رجل التصليح. قاذفاتي! أنت الوقوف بين القراصنة وغنائمهم خطأ. استعدوا! علقنا بالأسفل! إذا كانت مولونوت خردة، فما الذي يأملون في نهبه؟ كوكب خردة هو أفضل مكان لإيجاد الفنون. إن الزومبكس تقضي على زملائنا. لا أمها أمها، تعمل في التصليح لتواجه مصيرنا في التصليح. يسعدنا تحقيق الأمر. عنيدة جداً، أعتقدك كانت غنائمنا مملة حتى وصولك. شكراً على تلك الحيوانات.
أجل أجل، استمر في الضحك بي. عدد الصراصنة لدى بيير. ربما سيساعدنا رجل التصليح. تكاد هذه هي الذخيرة الحلم. تجنبوا القاذفين. مرة أخرى نقوم بعمل جيد بمفردنا. هناك هجوم. ولا عقب بالتدخل مزعج ريفت. لما تقفين في طريقي دائما؟ فكرت يوما انك ستقف في طريقي؟ اخشى ان اكون انا بطل هذه القصة. مرحبا بالجميع. سنقوم بالرقص. لا ليس نحن. سوف أهزمك بسهولة. ستكون نهاية. لا نقنعه.
القيادة، دمروها الآن، سنتحمل النفقات. هل أنت متأكد؟ أجل! أقترح أن نتخلى عن السفينة. ذهبت الاقتراح. هذا رائع. سأسعد إن لم أرى القرصان مجددا. سأعترف، كون رجل التصليح آليا ليس ما كنت أتوقعه. ربما عندما لا يقاتل القراصنة فهو عملاق لطيف. لا خبرة مع الروبوتات الكبيرة، لكن سنرى. جيب بعدي آخر، ما رأيك؟ ممتع؟ يمكن إقناعي. غريب لكنه رائع. حسنا، الآن إلى رجل التصليح. كدنا نصل. ستدفع ثمن إغراق سفينتنا الخاصة. أصدقوهم يا رفاق. تقترب اللمة من رجل التصليح. لدينا غطاء جيد هنا، وسأتسلل إليهم من الأطراف أيضا. استمر في إرسالهم بيير، انتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. كان علي معرفة أن إغراقكم سيكون فعلا، لأن إصلاح رجل التصليح مهمة الحلقة. تقول شيئا يا بيير؟ توقفت عن الإغراق. سأفتقد محاولاتك لاستفزازي يا ريفت. لست بحاجة لتعرف ذلك. ليس لديك فرصة للهرب، أنت وهذا الأحمق خلف ظهرك. الأحمق الموجود خلف ظهرك. لستم بارعين في هذا. لا تقحميني في فشلهم، أنا مجرد وجه العملية. Yeah.
سيفهم بير الآن؟ عن تجربة لن يفهم. عليك الحذر. يتم القيام به من أجل رجل التصليح وكذلك أنتم. لن أتوقف، اقترفنا من رجل التصليح. سأكون سعيداً للغاية. ذيلك مسحة جيدة لضربتنا. سوف يسعد بيير كثيرا بفعل هذا. ماذا لو لا يمكن إصلاح المرحلة كوارتز؟ إذن نحن في ورطة، لكن لا داعي للقلق الآن. أنا محبط ومتحمس، شغلوا الألوان وأشير إلى الآخرين. يجب أن نمنعهم من الوصول لرجل التصليح. سنصلح رجل التصليح. علينا تشغيله أولا. تم إيقاف تشغيله لأنه معطل. مفتاح تشغيل رجل التصليح. مرحبا، هل أنت بخير؟ لا، أنا محطم مثل كل شيء. لا شيء يمكن إصلاحه. أوه يا إلهي، لا شيء. أمر القراصنة. يرجى التركيز على التزحلق. إنه يهدم المكان بأكمله. حردة قادمة. إجرام فاشل مزائل. الثمار هو الأمر الطبيعي. ماذا أصبح رجل التحطيم؟ أرى رفيقا معطلا. يجب أن تتقبل عطلك. هل هو يتحدث عني؟ بسبب ذراعك؟ لا تنسه يا بولت، إن كنت معطلاً فأنا أيضاً. أعتقد أننا رائعان. ألديك أي أفكار؟ لأنني أواجه صعوبة في التفكير أثناء الهروب من روبوت عملاق قاتل. أعمل على ذلك. المنجم ينهار. رائع. الإصلاح هو التنهير، لكن هل إلى
أستحق التنوير. ليس لدي الحكمة. قد تكون لدي فكرة. أنا أستمع. أنا معطل، لا أستطيع الإصلاح، لا يمكن إصلاحي. لا تسقط. يا إلهي، أيمكن أن يتوقف كل شيء عن الانهيار؟ أرتجل. ربما أنا مختلف عما كنت، ولكنك ساعدتني لأدرك أنني ما زلت كلانك. أنا أشعر بالراحة. حين طلب الفولاذر حمايتهم، أدركت وقتها العديد من الأشياء المحطمة. العديد والعديد. وأنت أصبحت بائساً. ولكن قدرتك على إصلاح غيرك، لتعلم أن الأمر لم يكن سهلاً. كيف بإمكاني أن أرد الجميل؟ أيمكنك إصلاح هذا؟ شكرا لك. منحتم الأمل إلى روبوت عجوز ضخم للتو. أنا من يجب عليه أن يشكركم. هل نعود إلى السفينة؟ آمل أن راتشت حظي بوقت أفضل لبناء الناقلة البعدية الجديدة. إذن سنتحدث عن إنقاذك لي هناك. هل أنقذتك؟ أجل، إنك موهوب حتى في بعدي. أنا أشكرك يا ريفيت. سألت الرجل الكبير، أخبرته عن خرداتي الرائعة. ماذا قال؟ لا تقلق، سأخبره.